قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قد حان الوقت لتنتهي الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومشيرا إلى أنه يعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، موضحا أن كل من حماس وإسرائيل قالتا إنهما وافقتا على المبادئ. قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف كاظم أبو خلف إن حملة التطعيم ضد الشلل للأطفال في قطاع غزة في دير البلح مستمرة حتى 4 سبتمبر ثم بعد ذلك خان يونس، مشيرا إلى أن حملة التطعيم في القطاع تستهدف 640 ألف طفل، وأن المنظمة تعمل على نشر حملات التوعية بشأن المرض. أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون رد دولي يردعها. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلاده نددت بالإجراءات الخطيرة والتصعيدية، مشيرا إلى أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدا 3 مرات بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني أثناء ممارستها لحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، مما تسبب في أضرار للسفينة وتعريض سلامة الطاقم على متنها للخطر. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة خطوة قوية لإجبار موسكو على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى السماح لكييف بالتوغل في عمق الأراضي الروسية. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، والتي تضمنت الاستجابة لعدد 1380 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي، موضحا أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء، حيث يتم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات. أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، مضيفة أن المجمع يعد أول مجمع طبي متكامل يتم إنشاؤه في جنوب سيناء وفقا لأحدث المعايير العالمية لخدمة أهل سيناء، ويوفر لهم كافة الخدمات الطبية المتميزة ويضمن حصولهم على الخدمة الطبية اللائقة في محافظتهم دون تحملهم عبء الانتقال خارج محافظتهم للحصول على الخدمة الطبية. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة بمنطقة أرض المعارض، المنطقة الأولى بعدد 4 عمارات بإجمالي 96 وحدة سكنية، وذلك اعتبارا من غد الاثنين وحتى الخميس المقبل.